المحافظة على الإعلام في مصر مقاتل بالقلم وبالكلمة الحرة وبالرأي الشريف وبالرأي النزيه، وكان دائما دول حرية الصحافة وحرية الرأي ساجد مكرم محمد أحمد وقفوشنات الأولى مدافعا عن هذه المهنة الشريفة العظيمة. المكرم يحفظ جزء من الحق في الناس الكبيرة، احنا شايفين النهاردة رغم ظروف كورونا إنما الآلاف جايين يشاركوا في عزاء المكرم وجايين يقولوا له إن شاء الله ربنا على حمدك ووسع رحمتك مبادئك وأهدافك وقيمك ووصلك وكل الأشياء اللي أنت عملتها تفضل عايشة ونفضل نقتفي بصفتك. شكرا يا فندم، شكرا جدا.